عادل زين، تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1975، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا بأمريكا عام 1989، ثم تدرج في العديد من المناصب آخرها عميد لكلية التجارة جامعة القاهرة عام 2007، ثم نائباً لرئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب في أواخر نفس العام 2007، ثم حاليا دكتور عادل زايد محافظ لمحافظة عريقة وهي محافظة القليوبية. أهلا وسهلا بك. أهلا محمد. في الحقيقة دكتور يعني إحنا سعداء إن بنقابل حضرتك جدا النهاردة وعندنا مجموعة من الأسئلة، أرجو يتسع صدر حضرتك لينا. أهلا وسهلا. أهلا. حقيقة طبعا يا دكتور عارف ان في العديد من التغيرات الفكريه والسياسيه وتيارات فكريه مختلفه طرأت على الساحه اخيرا في مصر. التيارات دي اثرت على المواطن العادي، بقى في حوارات كتيره ونقاشات كتيره. المواطن دايما كان عارف حقوقه، لكن في الحقيقه ما كانش عنده القدره ان هو يطالب بهذه الحقوق. اما الان فعنده القدره انه يطالب بهذه الحقوق، واحيانا قد تصدر هذه المطالبه الى بعض الغوغائيه، وقد تكون هذه المطالبة مطالبة حقيقية صحيحة في اتجاهها الصحيح والمناسب وبطرق شرعية ومناسبة. كيف يرى سيادتكم هذه التغيرات وهذه المطالبات، وكذلك هل هذا يدعم مسيرة المحافظة بقيادة سيادتكم أم إنها عائق للمحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية احنا بنتوجه بالتحية لكل شهداء ثورة 25 يناير اللي هم قدموا حياتهم فداء لهذا الوطن، وان شاء الله يكون ما يتحقق من نتائج ايجابية للوطن يعني يجعلهم في راحة لما قدموه. يعني طبعا هناك حقيقة لابد ان نبدأ بها، ان التغيير هو سنة الحياة، وأن الثابت الوحيد في هذه الحياة أننا نتغير، وعدم الاستجابة لمتغيرات الحياة هو اللي بيقضي على الإنسان أو الحيوان أو الأمم، هو تجاهل التغيير الذي يحدث في البيئة المحيطة. وأن أقوى الكائنات التي تعيش هي أكثرها قدرة على الاستجابة للمتغيرات. فطبعا ما حدث في 25 يناير من ثورة بيدعونا للتأكيد على هذا المفهوم، وأنه يجب أن يكون هناك تغيير، وتغيير جذري. والتغيير الجذري ده هو تغيير في العمق وليس في السطح. وبالتالي فاللي ما يؤمنش أن هناك تغيير سوف يحدث خلال الفترة القادمة هو بيخالف الطبيعة وهيكون مصيره الفناء. زي ما حضرتك أشرت طبعا ان هناك تغيير من حيث كسر حاجز الخوف، التعبير المباشر عن الاحتياجات، تحدي السلطة والرغبة في احداث توازن بين الشعب والحاكم، الاولويات بتاعة الجماهير اختلفت، اداء المسؤولين بالطبيعة لابد ان يختلف. ومن هذا المنطلق يعني انا شايف ان ما حدث هو نقطة ايجابية يجب أن نستثمرها لتحقيق الصالح العام. ومن هذا المنطلق فبقول لحضرتك أن أي مسؤول بيأتي لابد أن يطبق، مش يرفع شعار، يطبق الصالح العام قبل الصالح الخاص، الصالح العام، الصالح العام، الصالح العام. طبعا هناك الكثير من الإيجابيات الأخرى التي تحققت نتيجة ثورة 25 يناير، لكن أهم ما نؤكد عليه هنا أن الأولوية الأولى والرعاية هي لطبقات الشعب المنعدمة التي أغفلت حقوقها لفترات طويلة، واللي هي كانت سبب مباشر في هذه الثورة. من هذا المنطلق فإن كل العمل الإداري اللي احنا بنقوم به دلوقتي ينطلق من منطلق واحد، إن احنا نحن هنا لخدمة الصالح العام، ليس لنا أي مصالح شخصية، ولا توجد استثناءات، ولا يوجد تخصيص. دي من الجانب الإيجابي. اما الجانب السلبي حضرتك ان هو ان مشاكل اللي احنا بنتعامل معها قديمه بعضها يصل الى 60 سنه، مشاكل متراكمه. البعض من وهي قله يعني بيعتقد ان هذه المشاكل يمكن ان تحل في لحظه، وهذا هو الخطا الكبير. يعني لا يمكن ان يتم القضاء على مشاكل 60 سنه او 50 سنه او 30 سنه في لحظه. ومن ثم احنا بنطلب بس
يعني ايه ان احنا يدونا فرصه ان احنا نحدد اولويات الحل في مشاكل صارخه لا تستحمل، وفي مشاكل يمكن ان يتحملها البعض، او ان احنا نصبر عليها شويه عشان نعالجها بطريقه صح، لان احنا لو عالجناها بطريقه خطا هتجيب نتائج عكسيه اكتر من ايه. الشيء الاخر ان يعني كل الناس بتعتبر هذه مشكلتها الشخصيه هي مشكله ملحه وعاجله ولابد ان تحل الان. ده هيرجعنا برضو لحاله ان احنا مش هنقدر نخدم، لكن انا بتعامل مع هذا، انا مقدر ما يمر به الناس من مشاعر وبستوعبهم، لكن انا كشخص بأضع يعني اساس للعمل عندي في الفتره الجديده دي بتعامل معهم على اساس مدى الحاح وعموميه هذه المشكله. يعني زي مشكله صرف صحي هتخص ناس كتير يبقى دي ليها اولويه، لكن انا مثلا عشان يكون ابني عنده شهر عشان يخش مدرسه دي مش اولويه بالنسبه لي، بتطبق فيها القواعد العامه. دكتور عادل، اذا كنا بنتكلم عن الاولويات في حل المشاكل او التنميه، فاعتقد ان من اهم شيء التنميه او المشكلات اللي بتخص الناس هو التعليم. ف التعليم طبعا بكل اطرافه، سواء الطالب هو طرف فيه، المدرس، المكان اللي بيدرس فيه الطلاب. رؤيه حضرتك يعني ازاي نقدر نرتقي بكل طرف فيه؟ والله هو ده سؤال مهم، وده سؤال من اللي هي ذات الاولويه الاولى، يعني لان انت عارف حضرتك ان اذا كانت تكلفه التعليم مرتفعه فتكلفه الجهل اعلى، وان الدول لا ترتقي الا من خلال نظم التعليم بتاعتها، وان عدم الاستثمار في المدارس والتعليم هيزود استثماراتك في السجون، لان لو ما بنيتش مدرسه هتبني سجن، فلازم يكون في استثمار متوازن. والاستثمار في التعليم له شقين اساسيين، اللي هو الشق الاول اللي هو بناء القدرات اللي هي الكاباسيتي بيلدينج، يعني القدره الاستيعابيه بتاعتك، عدد المدارس، تجهيز المدارس، الادوات الحديثه، المكتبات، واخد بال حضرتك. وده احنا الحمد لله يعني، وانا لا ادعي هذا الفضل، هيئه الابنيه التعليميه عندنا هنا في المحافظه لها خطه طموحه جدا، فان هي بتستحدث 13 مدرسه جديده، تم الانتهاء من 7 منهم، وباضافه ما يقرب من حوالي 170 فصل، وجري تنفيذ بنسبه حوالي 90%، فهتضاف الى الكيانات التعليميه في المحافظه مشروعات جديده تنتهي خلال عام 11 ان شاء الله. وده هيكون اضافه في الجانب الاول اللي انا قلت لحضرتك عليه اللي هو الكاباسيتي بيلدينج او بناء الايه القدرات. ياتي الجانب الاهم، وهو اذا كان في استثمار في مباني لابد ان يكون هناك استثمار في البشر، فبياتي دور في تطوير المعلم نفسه من خلال تجهيزه للتعامل مع ادوات التكنولوجيا الحديثه، ادوات العرض الحديثه، ICDL برامج الكمبيوتر استخدام، وجري تدريب عدد كبير جدا من المدرسين في هذا المجال. الطالب ايضا، التعليم دلوقتي منابعه ما اصبحتش قصر على الكتاب المدرسي، والاقصار على الكتاب المدرسي يعتبر قصور كبير، في لان المعرفه تفجرت، وبالتالي الكتاب لا يمكن ان يحتوي كل مصادر المعرفة، فهناك وسائل بديلة، ومن أخطرها طبعا وأكثرها سيطرة اللي هو الانترنت فطبعا لابد ان احنا نعد الطالب للتعامل مع تكنولوجيا العصر الحديث. اتعشم ان احنا خلال التجهيز في المجالين دول ان احنا نقدر نرتقي بمستوى التعليم. هناك اعتراف بان يعني المخصصات التعليم في الميزانية ليست بهذا القدر الكافي، لكن ان شاء الله اتعشم خلال الفتره الجايه والتوجهات الغاليه زي ما قلنا ادراكا للتغيير اللي حصل قبل كده، ان تزداد يعني نصيب عمليه التعليم على مستوى مصر من الموازنه، وبالتالي هيعم علينا ان احنا هيزيد اكثر عدد اكثر نقدر نطور بيه سواء بناء القدرات او التعليم. وحضرتك اتكلمت عن تطوير الاداء الوظيفي للمدرسين، طب بالنسبه للرضا والامان الوظيفي عند المدرس، يعني كتير قوي من المدرسين مش حاسين بالحته دي، ومهمه جدا بتنعكس على ادائه في العمل. بالظبط، هي طبعا اللي بيتعامل مع هذه القضيه بالدرجه الاولى هو وزاره التربيه والتعليم، على اساس ان الكادر المالي والتثبيت واستاذ الحصه دي مشاكل مثاره منذ زمن كبير يعني. لكن انا النقطه اللي حضرتك بتقولها هي حقيقيه تماما، يعني
لا انا ما اتوقعش ان الاستاذ يدي وهو غير امن. يعني الامن والامان زي ما حضرتك تشعر دلوقتي الان في مصر هو قضيه ذات اولويه اولى. ليه؟ لان هي دي الخطيره اللي بتجر عمليه التنميه. الشخص اللي مش امن مش ممكن يعمل اي حاجه. فانا اتعشى من خلال فتره قصيره ان وزاره التربيه والتعليم ربنا يوفقهم في انهم يوصلوا للكدر المالي المناسب اللي بيوفر الحد الادنى للمعيشه على الاقل حتى يستطيع الاستاذ ان هو ينجز في الفصل. ودي قضيه انا بعتبرها قضيه قوميه. يعني رأي حضرتك المشرف، اذا طلبنا ان احنا نسال حضرتك، يعني كانت في مدارس حكومه اتحولت لمدارس خاصه وبدات تدفع فيها مصاريف، فهل حضرتك دوت كان من النظام السابق، حضرتك هتتعامل بالفعل مع تلك المدارس؟ لا هو حضرتك يعني لغايه دلوقتي انا ما خدتش قرار بتحويل اي حاجه من المدارس القوميه الى تجريبيه او او او, أو العكس يعني. بس انا بقول لحضرتك يعني طبعا انا مقدر في هذه الفتره بالذات حجم الاعباء الملقاه على الاسره، واي شيء بيكون فيه عبء مالي على الاسره تحت اي مسمى حتى لو كان التعليم لابد ان هو يؤخذ بحذر جدا 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 يعني. وبالتالي انا لم اصدر اي قرار بتغيير نوعيه المدارس، واعتقد ان دي اثارت مشكله في الفتره اللي فاتت، فعلينا ان احنا نتعامل معها بنوع من الحساسيه جدا يعني. وان يعني انا اتمنى ان في هذا المجال ان الاقتراحات تكون نابعه من المدارس نفسها ومجلس اولياء الامور هو اللي يستشعر واللي يقدر يقول ان احنا نقدر نحاول دي والى دي وليه، ايه مبرراته في هذا يعني. فطبعا لا انا بتعامل مع هذا الملف بحذر شويه يعني. في النظام السابق حصل اهمالات كثيره قوي في الصحه، حضرتك منظور حضرتك في الاهمالات دي حضرتك هتتعامل معاها ازاي؟ بصي حضرتك، هو احنا عندنا يعني محافظه القليوبيه ليها خصائص فريده. اول خاصيه ليها ان احنا لينا حدود مشتركه مع محافظات كثيره جدا. حضرتك تعرفي ان احنا لينا حدود مع القاهره والجيزه والشرقيه والغربيه والدقهليه والمنوفيه ويعني ممتده، وهي على مداخل مدن كبرى. فيعني الصحه بالذات احنا بنقدم لاهالي القليوبيه واحيانا بنستضيف ناس من خارج القليوبيه. عندنا 16 مستشفى معظمهم شغالين الحمد لله. السنه دي جالنا تم تكليف 450 طبيب. مشكلتنا الاساسيه في ان احنا نحتفظ بيهم. نحتفظ بيهم يعني ايه؟ يعني انت عارفه حضرتك ان المركز الجذب الاكبر للعمل الاطباء هو القاهره، وبالتالي اللي بيكلف في عندنا هنا في القليوبيه او في اي محافظه اخرى بيحاول جاهدا ان هو يتملص. احنا هنحاول نحد من خروج الاطباء وعن طريق ان احنا نوفر بعض الحوافز اللي هي تخليهم يسكنوا. الخبر السعيد اللي انا احب ان حضرتك يعني تعرفيه، وده بيؤكد على الروح الجديده لثوره 25 يناير، ان هيتم خلال الفتره القادمه دي افتتاح 3 مستشفيات كبرى، واحده منهم للجراحات اليوم الواحد والاخرى للحروق، ودي هتبقى اكبر مستشفى للحروق في المنطقه، واخرى للقلب المفتوح. الاجمل ان دي مش على تكلفه المحافظه، دي اعمال خيريه، وفي الوقت المناسب هنعلن عن صاحب هذا العمل الخيري الجليل اللي هو بيحل مشكله مزمنه من مشاكل مصر بصفه عامه وهي الصحه. والثلاث مجالات اللي هم جراحه اليوم الواحد، احنا عندنا حوالي 40 كيلو على الطريق السريع بتاع مصر اسكندريه، فده بيبقى عليه مشاكل كتيره في الحوادث. القلب المفتوح اصبح طبعا يعني عمليات شائعه، والحروق واحنا ما عندناش فيها، فدي تعتبر اضافه برضه. طبعا فيما عدا هذا تقريبا يعني المستشفيات بتاعت القليوبيه انا بتابع يوم بيوم، واضح ان هي بتؤدي اداء متميز في ضوء الظروف والمستجدات اللي انتم عارفينها، يعني بما فيها عمليه يعني ايه شويه عدم الثقه بين المواطن والطبيب وحدوث، لكن نتعشم بمرور الايام ان الناس تقدر او تقدر الدور اللي بيقوم بيه الطبيب، وهي اللي تساعده مش يعني، لان ده بيقدم خدمه في الاخر يعني. المحليات يا فندم، صندوق خدمات المحافظه، نعم، موردها راحه فين؟ دي حاجه. وبعدين حضرتك عارف ان في المشروعات وفي كل حاجه دايما المستثمرين الصغار وفي كل موضوع بيبتدوا يدفعوا رسوم باهظه التكاليف وباهظه الثمن. في عند حضرتك حلول؟ وازاي وحضرتك هتعالج المشكله دي ازاي اللي بتخلي الناس قد تتراجع احيانا وقد تحجم عن إقامة مشروعات أو عن الدخول في موضوعات
دفعهم تكلفة كتيرة وهم إمكانياتهم يعني تقدر يدوب تعمل موضوع أو مشروع أو كده. أقول لحضرتك أولا النقطة اللي أنت أثرتيها هي نقطة مهمة جدا، لأن إحنا لازم ندرك أن جزء من موارد المحافظة هي جزئين، جزء بيجي من الموازنة من الدولة، وجزء بيجي من تنمية الموارد الذاتية الخاصة بالمحافظة. إحنا لا نفرض رسوم، الرسوم لا تفرض إلا بقانون، ما أقدرش نفرض يعني رسم بدون قانون، لكن احتياجات المحافظة أكبر بكثير من ما يخصص ليها من الموازنة، ودي مش حالة القليوبية بس، هي حالة مصر كلها في ضوء ان احنا يعني الناتج القومي بتاعنا يعني بيعاني من بعض المشاكل نتيجة الأحداث اللي احنا مرينا بيها، الاقتصاد لسه عايز يتعافى، وأنا متوقع حتى السنة دي يعني بشرة خير ان هم زودوا لنا الموازنة، بس كل زيادة في الموازنة بيقابلها زيادة مماثلة إن لم تكن يعني ثلاث أمثال الزيادة في الموارد. فبهنا بيأتي دور الصناديق في إن هي بتمثل موارد. أنا عشان أكون صريح مع حضرتك، أنا طلبت الملفات بتاعت الصناديق كلها مش صندوق خدمات بس، وبصدد حاجتي، أولا إن أنا أعيد النظر في ما يفرض من مساهمات وليست رسوم، هي أو تبرعات أو هبات أو وإن هي عشان تخفف العبء، لأن وجود مشروع استثماري بيحل لك مشاكل كتيرة، منها على سبيل المثال مشاكل البطالة. فيعني أنا امبارح كنت في مصنع، كنت سعيد إني عرفت إن هو بيشغل 350 واحد من أبناء المحافظة، ومشروع إنتاجي جميل جدا، إضافة إلى إن هو كان بيمشيهم في الصيف، لا السنة دي هيحتفظ بيهم في الصيف، وبالتالي دي هيحل لي مشكلة كبيرة جدا يعني. بس في نفس الوقت يعني ان الموارد الذاتيه لابد ان يتم ترشيد انفاقها، ودي النقطه اللي انا يعني هشتغل عليها، لكن الفكره نفسها هي موجوده دلوقتي، لم يعد هناك دوله بتقدر ان هي تغذي كل اطرافها او كل اعضائها بما تحتاجه من الالف الى الياء، لابد من الترقية على موضوع تنميه الموارد الذاتيه. فانا بصدد ان انا افتح الملف ده كامل عشان اشوف الصناديق بصفه عامه ما لها وما عليها، وهقول لك يعني هي احسن حاجه. دكتور عادل، بالنسبه للمرافق الاساسيه زي الصرف الصحي والكهرباء واهمها طبعا وهي مياه الشرب، يمكن احنا عارفين ان محافظه القليوبيه للاسف يعني في تلوث في مياه الشرب، ده راجع لتلوث المصدر الرئيسي للمياه وهو نهر النيل، سواء بالتعديات عليه من الصرف الصناعي او الزراعي او حتى الصرف الصحي، او ضعف محطات المياه ومفيش صيانه دوريه ليها، او حتى استخدام اساليب قديمه في تنقيه المياه زي الكلور، مع ان في اساليب احدث. فرؤيه حضرتك بالنسبه بالذات لمياه الشرب، انا بقول لحضرتك انت برضو دي من الحاجات اللي هي ليها اولويه، طالما المشاكل العامه بيبقى ليها اولويه. بالنسبه للمياه حضرتك عرفت ان هينشأ هنا في محافظه القليوبيه شركه للمياه والصرف الصحي، دي هتفتتح قريبا جدا. بالنسبه للمياه هي والصرف الصحي الاثنين دول، انا معترف معاك ان في بعض مشروعات الصرف الصحي لابد ان يتم تنفيذها بشكل مباشر، واحنا يعني مش عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني كل يوم بنتابع المناطق اللي هي فيها محتاجة إلى صرف صحي للقضاء على الوسائل الأخرى للتعامل مع المخلفات دي، وخاصة إن هي بتضر الزرع وبتضر المواطنين وبتضر الحيوانات، فدي لها أولوية أولى. لكن المشكلة بتيجي ساعات أحيانا إن المحافظة ليست هي الجهة الوحيدة صاحبة القرار في هذا الشأن، احنا بيتدخل معنا جهات اخرى كثيره جدا زي وزاره الزراعه وزاره الري وشركات المقاولات، وانا بتابع يعني بتابع، لكن انا اتمنى خلال فتره قصيره ان انا اقدر اوصل بنسبه التنفيذ بالنسبه لمشروعات الري للصرف الصحي الى 90% من المستهدف. يعني هو السنه دي كان اقل شويه، انا مش هقول الرقم يعني، لكن انا جيت لقيت المشروعات مش على المستوى اللي لما بترجع تفحص يقول لك اصل المقاول استلم المقاول ما خلص، يعني مشاكل كلها يمكن علاجها، لكن هي من ناحيه الاولويه لا اولويه درجه اولى، لانها مش بتضر حد، ده بتضر المجتمع كله يعني.
طيب يا فندم، صدر قرار بسحب ارض الاوقاف قريه بلانكا اللي كانوا هيعملوا مشروع الصرف الصحي. نعم. فهل في حلول لدى سيادتكم؟ الحلول الاسبوع الجاي. احنا انا كلمت ماجد بيه غالب رئيس مجلس اداره هيئه الاوقاف، واحنا جايين، وهو يعني وعدني، وانا اعرف هذا الرجل انه رجل صادق، ولو بيدي كلمه بيلتزم بيها. قال لا، ما فيش حاجه اسمها سحب الارض، لكن في بعض الاجراءات احنا ممكن. طبعا هيئه الاوقاف المصريه يعني في عندنا احنا بالذات بتقدم كل العون لي. فانتظر الاسبوع الجاي ده يوم الاحد هنلتقي وهحل. احنا حليناها على التليفون، بس ناقص ان انا استقبله يعني عشان المحافظه قامت بدور مباشر. اول ما عرفت بدي تم الاتصال بهيئه الاوقاف، وصراحه هم ناس يعني انا تعاملت معهم لفتره طويله. لا هم عمرهم ما كانوا سبب في إزاء الناس. يعني قد يكون هناك سوء فهم بين الطرفين، لكن انا متاكد ان احنا ممكن نحله ان شاء الله. طبعا يا دكتور، حضرتك مشكور على المجهودات الكبيره اللي حضرتك بتقوم بيها في المحافظه في الفتره الصغيره اللي حضرتك كنت مسكت فيها اصلا. وحاليا دلوقتي حضرتك طبعا تابعت الاحداث، معنا الاحداث الاخيره في دلوقتي التعدي على الاراضي الزراعيه في ظل غياب الامن. الاغلبيه من الناس بنوا على الاراضي الزراعيه وقوموا ابراج وعمارات في ظل ان في اصلا نقص في الموارد الزراعيه. فحضرتك هل هتتخذ بالفعل اجراءات ضدهم؟ او حضرتك فرقي بين حاجتين. الاجراء القانوني انا ما بتاخرش فيه خالص، يعني دي بتوقع قرارات الازاله بشكل مباشر، كويس. لكن في نقطة تانية لازم نفهمها جميعا، يعني ان حل المشاكل عمره ما هيكون من خلال مكتب المحافظ او المحافظ. في احساس الناس، الوعي العام، واخد بال حضرتك ازاي؟ الوعي العام على تفضيل الصالح العام على الصالح الخاص. انا دلوقتي لما بجرف ارض او ببني على ارض مخالف، انا مش بقتل الشخص، انا بقتل الشعب. تخيلي احساس الفرد بان هو يجرم. وساعات كتيرة تجي لك هذه الأعمال في شكل أعمال خيرية. يعني أنا أقول لك أنا عايز أعمل مزرعة هنا، أعمل تلاجة هنا، أعمل مستودع هنا لخدمة الناس. هي ظاهرها خدمة الناس، بس في النهاية لا، أنا بضر الشعب كامل يعني. فطبعا يعني إحنا اتفقت مع بعض الجهات المجتمعية، يعني المجتمع المدني، إن إحنا نعمل حملة توعية، لأن تأكل الأرض الزراعية بالشكل وبالمعدلات اللي بتحصل دلوقتي، يعني خلال فترة قصيرة قوي من الزمن لا تحسب من عمر الزمن، هيقضى على الأرض الزراعية، وساعتها يبقى احنا في مشكلة ليس لها علاج، لأن الأرض اللي بيدق فيها أسمنت ما بتبقاش صالحة للزراعة. ما هو حضرتك إدراكنا لهذا مش هيحل لنا المشكلة، احنا مدركينه، بس ماذا نفعل بقى؟ يعني فانا يعني عشان اكون حريص مع حضرتك يعني في الاجابه، انا بقول لحضرتك انا مش هقضي عليها، انا هوقفها دلوقتي، يعني بحاول ان انا اجمدها ما تزيدش، لكن القضاء عليها. تتكلميني على مشكله بقى لها يعني كام سنه، صعب اتخاذها في. والصراحه بقى يعني انا بقول لحضرتك القوات المسلحه مشكوره مع الشرطه، بتؤدي دور هايل في هذا، لكن احساس المواطن ايه وهو عارف ان مصدر لقمه عيشه بيتاخد؟ هل دي قضيه المحافظ فقط ولا قضيتنا جميعا؟ لابد. وانا اتمنى ان الاعلام يلقي عليها ضوء وتكون على قمه اجندته، وتفهموا الناس كده ان انت مش بتقتل واحد، انت بتقبل تقتل شعب. طيب يا فندم، هل هيتم ازاله يعني التعديات بعد تاريخ معين، ولا المواطن هيدفع رسوم مقرره او غرامه مقرره، اللي هي كلام بسيط يعني بالنسبه للقتل زي ما حضرتك ما بتقول كده؟ هو حسب نوعيه المخالفه. اصلا في واحد بيبقى باني وبيزود دور مثلا، ولكن في واحد بيعتدي على الارض. الاعتداءات لا، ما فيهاش تصالح. الاعتداءات وفي بعض الاحيان اذا كانت بقى اخذت وضع قانوني، ناس سكنوا بتاع، يعني هي بتتعامل بالحاله. بس انا ارجو يعني، عارفه حضرتك ايه، المنع افضل من العلاج. يعني احنا لو قدرنا نحافظ ونعتبر دي محميات طبيعية عندنا، يبقى أفضل بدل ما ندخل نفسنا في مشاكل يعني. لكن طبعا أنا بقول لحضرتك وبأكد مرارا إن ده دور مجتمعي، ما هوش دور واحد. أنا ده مش تنصل من المسؤولية، يعني مش بقول إن أنا مش هعمل كده، لا، لكن أنا بقول لحضرتك من يتوهم إن المحافظ يملك العصا السحرية اللي هو يوقف بيها، يبقى غلطان. ولا رؤساء المدن، ولا ده دي قضية مجتمع.
قضية مجتمع وقضية خطيرة. يعني يا فندم، هل مطلوب بقى ان لو حد شاف تعدي بشكل او اخر يتصل او يبلغ؟ ويبلغ ويكون للمجتمع المدني نفسه دور. ما هم دول الناس اللي هم يا اما يحافظوا على ارضهم يا اما يستغنوا عنها. انا مش بلقي العبء عليهم، انا بقول لحضرتك الفكر. لو لاحظت ان قدماء المصريين وهو كان عددهم قليل جدا، يعني يتراوح ما بين 500,000 لمليون، عمرهم ما بنوا على ارض زراعيه. يعني معظم المعابد بتاعتهم بنينها فين؟ في الصحراء، سقاره، الجيزه، في الاقصر. يعني هم عندهم الفكر ده. بلاش النيل، كان في قسم اسمه قسم النيل للحفاظ على النيل. طب انا لما اكون قاعد دلوقتي وبرمي يعني اي حاجه برميها على النيل، طيب يبقى الفراعنه كان يعني افضل مننا ولا ايه؟ ولا عندهم يعني، انا مش فاهم دلوقتي. هل القضايا العامه هنحولها الى قضايا خاصه وبالتالي يسال عنها شخص، ولا هي قضيه مجتمع؟ لابد ان تناقش القضيه مجتمعيه، وخاصه ان هي مش قضيه الاليوبيه فقط. طب يا دكتور، ده بالنسبه للتعدي على الاراضي الزراعيه عن طريق البناء، لكن في برضه تعدي بيتم على الاراضي الزراعيه عن طريق مسابك الرصاص، ده بيؤدي لفقدان مساحات شاسعه من الارض الزراعيه. فاكيد الدوله هنا ليها دور. كويس، انت اسالني على التصريحات اللي انا ممكن اديها بعد كده لانشاء حاجه عندي لحين التعامل. احنا في دور بينا بيتم بينا وبين وزاره البيئه في ان احنا نعالج الحاجات دي، واخد بال حضرتك؟ يعني عندنا مشكله زي المكامير اللي هي موجوده في مكامير الفحم اللي موجوده في القناطر، وهي مستقره وقديمه وبقى لها خمس. لكن اذا كان من الصعب ان انا الغيها واقضي عليها، فلابد ان اجد لها وسيله علميه لحل اضرارها السلبي، بحيث ان هي ما تضرش البيئه المحيطه بيها، وعلى الاقل تبقى موجوده لكنها لا تسبب ضرر للاخرين. فانا بشتغل من هذا المنطلق. يعني ايه هي السياسه الزراعيه للمحافظه في ظل ارتفاع الاسعار الحاليه؟ يعني قصدك ايه بالسياسه الزراعيه؟ انت عارفه ان احنا عندنا يعني الزراعه بالذات والري بيتم التنسيق بينهم وبيننا وبين وزاره الزراعه والري في هذا المجال، لان تخطيط الزراعه بيتم على مستوى مصر وليس على مستوى المحافظه من حيث المزروعات والمساحات والحاجات دي. لكن السنه دي مثلا على سبيل المثال بيتم توريد القمح بشكل جميل جدا، لان الاسعار تحركت، الدوله ادركت فعلا ان لو انت هتحدد سعر غير سعر السوق، المزارع مش لا هيزرع ولا هيجيب. فطبعا ما شاء الله انا بتابع، يعني تقريبا بتجيلي احصائيه يوميه بما يتم توريده. لا احنا الحمد لله مغطيين احتياجاتنا حوالي 138 يوم قدام، وخاصه ان انتوا عارفين ان احنا داخلين على شهر كريم ان شاء الله. يعني احنا في 5 من 8 مش كتير، فلينا احتياجات. فلما يكون في سياسه زراعيه بتراعي مصالح الفلاح وصاحب الارض، اكيد يعني هي مثلا حظر زراعه الارز لاسباب معينه، الغمر والقش والحاجات دي، يعني في نوع من التنسيق بيننا وبين وزاره الزراعه. فندم، بالنسبه للتلوث البيئي، احنا يمكن عندنا في شبر خيم هي اعلى مناطق او اعلى مدن في محافظه الالويه في التلوث. يمكن في الفتره الاخيره في مصنع انشئ للبتروكيماويات في مسترد. نعم. رغم ان وزاره البيئه ادت تقارير ان نسبه الرصاص والعوالق اللي في الجو تعدت الحد الاقصى بتاعها في هذه المنطقه، لان برضو تم الموافقه على انشاء هذا المصنع لتكرير المازوت، مع العلم انه محرم دوليا. انا تسالي اولا، انا كنت مع رئيس مجلس الاداره الصبح النهارده، وتم عرض المراحل اللي بيمر بيها المشروع والدراسات التي اجرتها جامعات محليه ومكاتب استشاريه عالميه. المشروع قدامه عشان يبدا يخش حيز التنفيذ 4 سنوات، وتم يعني كل الجهات المموله كان ليها شرط اساسي ان تجيب الدراسات البيئيه المصاحبه لهذا المشروع. وتم الغاء اي عمليه من عمليات المشروع يكون ليها اثر سلبي على البيئه. يعني على سبيل المثال ميه التبريد كانت هتتاخد من الترعه وترجع للترعه، لا قال لك هتعمل لها ريسايكلينج، يعني هي الميه اللي هتخش هي اللي هتفضل تخش تبرد وتخش تاني في دايره مغلقه،
ويعوض منها الفاقد بس، فما فيش صرف تاني في الترع بحيث ان انت تصرف على ترع. بالنسبة لتحويل المازوت الى سولر، دي عملية انت محتاجها وبالعكس يعني هتحقق لك عائد عالي جدا. في جانب اهم منها هو تشغيل العمالة، هم هيدربوا 20,000 واحد من ابناء محافظة الاليوبية، ويختاروا منهم بعد كده 10,000 واحد يشغلوهم في هذا المصنع، ده بعد 4 سنوات. واخد بال حضرتك؟ انا بحب اطمن حضرتك بس ان كل الدراسات المؤمنة، لان البنوك الممولة اشترطت ان لتمويل هذا المشروع ان تكون الدراسات البيئية مستوفاة، وحطوا 19 شرط، اذا لم يستوفى 19 شرط مش هيتم الموافقة على المشروع. فانا بطمن الناس من الناحية دي يعني. اعتقد ان ده ممكن يطمن الناس، لان ده اثار تساؤلات كتير في الفتره الاخيره، وحصل زي اكيد حضرتك عارف مظاهرات، او لان الناس خايفه. وغالبا المظاهرات دي بتحدث نتيجه عدم توفر البيانات. انت الدنيا، احنا يعني الدنيا دي عباره عن ايه؟ عباره عن معلومه بتجيلك بترسم بيها صوره، فلما تكون المعلومه دي ناقصه او مشوشه بتترسم لك صوره. ومع هذا شكلت لجان استماع، واخد بال حضرتك ازاي، وعرض الموضوع في مجلس الشعب، وفي دراسه مستفيده. دي ظاهره ايجابيه جدا، كيما يطمئن قلب الانسان ان هو مش، انا لسه بقول لحضرتك يعني انا بعمل حاجه دلوقتي ممكن تضر الناس قدام، لا انا دلوقتي لازم اخد الناس اللي بعديه هيتضروا ازاي يعني. ففي تامين من الناحيه. عايزين حضرتك رؤيه حضرتك لشبرا الخيمه ايه؟ حضرتك بترى شبرا الخيمه بانهي منظور؟ لا بص اقول لحضرتك حاجه، شبرا الخيمة لها طبيعة خاصة، واخد بال حضرتك؟ غالبا المجتمعات برا بتنقسم يا اما مجتمع زراعي يا اما مجتمع صناعي واضح المعالم. يعني انا مثلا ما اقدرش اقول على منطقة العاشر من رمضان ان دي مجتمع زراعي، لكن دي واضح وضوح الشمس ان هي مجتمع صناعي، فله مشاكله المعروفة والتي يمكن التعامل معها بشكل، او مجتمع زراعي كثافته السكانيه بتبقى قليله، الطرق بتاعته ما هياش هاي وايز، الخدمات اللي فيه مختلفه. ميزه شبرا الخيمه ان هي خليط كبير جدا ما بين مجتمع زراعي ومجتمع صناعي، وهي البوابه الشماليه الشرقيه للقاهره. فالطبيعه الخاصه دي واخد بال حضرتك بتستلزم برضه طبيعه تعامل خاص، وانا اعلم جيدا ان هناك العديد من احتياجات الناس هناك، وانا يعني هي في قائمة سواء شرق او غرب لازم نتعامل معها بمنتهى الدقه والحذر، لان هي مجتمع له طبيعه خاصه جدا يعني. اتعامل معها بمنتهى الدقه والحذر ازاي؟ ان انا احاول ان انا استوفي المتطلبات الاساسيه من حيث السكن، من حيث الخدمات، من حيث المياه، حتى استطيع ان انا اتفاهم مع الناس. لكن في ظل نقص الحاجات دي غير العادي، لان بقول لحضرتك ان هيكون لسه قدامنا فتره شويه لغايه ما نقدم شبرا كما نحب ان نراها. مصر على فين دلوقتي يا فندم؟ ان شاء الله نتعشى من تكون الى الافضل والاحسن، واخد بال حضرتك؟ لان هي دي مرحله مخاض، مرحله مخاض سياسي يعني، ومرحله انتقال، والانتقال ده يعني دائما بيكون له المأمول ان يكون للافضل. عرفنا ان حضرتك مترانيه بنها للتهنئه ولمشاركه الاقباط مع وفد من القاده التنفيذيه في عيد القيام المبيد. في ظل الظروف الراهنه، هل ده حضرتك شايفه مع بقيه القيادات التنفيذيه في المحافظه بيساعد على دعم ودفع الوحده الوطنيه الموجوده؟ هو زي ما انا اكدت هناك يعني، احنا يعني مش طرفين بيهنوا بعض، احنا طرف واحد بيتبادل التحيه، واخد بال حضرتك؟ وان يعني كل الاحداث الهامه في مصر كلها بلا استثناء منذ فجر التاريخ بيتلاشى فيها هذا المكون اللي هو انا بعتبره غريب فعلا يعني. لكن انا بقول لحضرتك ان انا لما اجي تقولي لي انت محتاج مين في الاليوبيه دلوقتي، اقول لك اللي بيحب الاليوبيه بس، مش محتاج اكتر من كده. مش هسال على هو راجل ولا ست، هو ديانته ايه، هو خلفيته الاجتماعيه ايه، خلفيته التعليميه ايه. انا عايز انسان بيحب البلد دي من اصغر واحد لاكبر واحد. ودعوا لي بقى بالتوفيق ان شاء الله. دكتور عادل زايد، محافظ القليوبيه،
الذي يعرف تماما العبء الكبير الملقى على كاهله والمجهود الذي ينتظره ليصحح الأوضاع في محافظة قليوبية. من أقواله المميزة والدائمة: أنا مكتبي مش مكتب استثنائي، أنا مكتبي للمصلحة العامة. دكتور عادل زايد إن شاء الله ربنا يوفقه من أجل محافظة القليوبية ومن أجل مصر. Thank you.